بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم وحلقه جديده من وماذا بعد، اولى حلقات البرنامج بعد اجازه عيد الفطر المبارك. كل عام والامه الاسلاميه بألف خير. اللقطات اللي احنا شفناها دي لحظه الفرحه بعد الافراج عن 960 من الغارمين والغارمات في سجون مصر. قرار تاريخي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالافراج عن هذا العدد من الغارمين والغارمات 960 من صندوق تحيا مصر. سداد ديون هذا العدد من صندوق تحيا مصر اللي بلغت تكلفة الديون 30 مليون جنيه. الفرحة اللي احنا شفناها دي فرحة حقيقية، واللقطة لقطة تاريخية والحدث تاريخي زي ما وصفه كثير من أعضاء مجلس النواب، وأعتقد أنه يستحق هذا الوصف. قرار تاريخي احنا منتظرين في الفترة القادمة والفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي مزيدا من القرارات التاريخية. هذه الفرحة اللي ممكن كلمات الأغنية أو ممكن لحظات السعادة اللي احنا شفناها في هذه الثواني لا يمكن لأي حد ان هو يتخيل مقدار سعادة وفرحة 960 أسرة مصرية بعد خروج الأب أو الأم من السجن. طبعا في كتير من المشروعات المقدمة من أعضاء مجلس النواب لاستبدال عقوبة الحبس للغارمين والغارمات بإجراء آخر. أيضا في أفكار كتيرة واقتراحات إن احنا يكون في صندوق لدعم المشروعات للغارمين والغارمات واللي هم عايزين ومحتاجين. طبعا أعتقد إن هي أفكار كتيرة تحت طاولة النقاش الآن، والفرحة دي ولحظات السعادة اللي على الوجوه أعتقد أن هي مش ممكن تغيب عن أذهان الناس اللي شافتهم. يعني ألف مبروك وقرار في محله وفي وقته. في الأيام الماضية كان في كتير من الأخبار اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا احنا ممكن يكون في حالة نشاط لمواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية لأن ما كانش في برامج لتوك شو في خلال الفترة اللي فاتت. طبعا كان في اكتر من خبر، وممكن من اهم الاخبار اللي اثارت الجدل موقف اللاعب محمد الشناوي بعد مباراه ارجواي ومصر، اللي طبعا يعني كانت نتيجتها هدف لارجواي ولا شيء لمصر. كان بعد المباراه المفروض ان في مسابقه اللي هي يعني عنوانها افضل لاعب في كل مباراه، فاز بيها حارس المرمى المصري محمد الشناوي، واعتقد ان هو كان يستحقها عن جداره. كل اللي تابع الماتش عرف قد ايه الناس دول رجاله، اللعيبه دول كانوا رجاله، اداء غير متوقع واداء اعتقد ان هو كان محط اعجاب وتقدير مش بس المصريين، لا كل اللي تابع المباراه من جوه مصر ومن بره مصر. صحيح النتيجة ممكن يكون فيها هدف، أنا مش عايزة أقول كلمة هزيمة لأن أنا ما حسيتش أن الهدف ده في أي نوع من أنواع الهزيمة، ممكن أكون أنا مبالغة لكن ده كان شعوري، أنا ما حسيتش بهزيمة فعلية، لكن طبعا بلغة الكورة كان في هزيمة. خلينا نصيغ الموضوع أن انتهت المباراة بهدف لإرجواي، لكن محمد الشناوي كان قايم بدور كبير جدا جدا وصد أكتر من هجمة على الشباك، يعني مرمى الشباك، ففاز بجائزة أحسن لاعب. أيا كان بقى الأخبار الصحيحة إيه، أنه رفض الجائزة كاملة لأنها من شركة خمور، رفض الهدية المقدمة مع الجائزة، رفض لأن فيها إعلان الخمور موجود على الجائزة. التفاصيل دي كلها يعني أثارت الجدل، هو من حقه أنه هو يرفض الجائزة علشان الشركة الراعية شركة خمور؟ طيب هو متأكد أنه كل حاجة موجودة في كاس العالم ما فيهاش رعاية من شركات خمور أو قمار أو أو أو؟ الموقف ده للأسف، وأنا بقول للأسف تحتها أكتر من خط، كتير رفضوا، كتير رفض الموقف، موقف اللاعب محمد الشناوي، وفي كتير برضو قبل وأيد هذا الموقف. معانا الأستاذ أحمد الضبع الصحفي الرياضي بجريدة الأهرام. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم وعلى كل المستمعين والمشاهدين. كل سنه وحضرتك بألف خير. وانت بالصحه والسلامه يا فندم. اول ما سمعت الخبر انا مش عايزه اسال عن شعورك دلوقتي لان ممكن يكون في تغيير في الاراء بعد موقف الفيفا الاخير بتغيير الجائزه او حذف صوره زجاجه الخمر من على الجائزه. انا اول ما سمعت الخبر كان رد فعلك الاولي كان ايه؟ لا، هو رد الفعل انا كنت مستغرب، هو ليه رفض الجائزه؟ سبب الجائزه خاصه ان احنا يعتبر دي يعني اول تمثيل لينا بعد 28 سنه. اثار استغراب الكثير، ازاي ان احنا يبقى عندنا رجل المباراه مصري ويشرفنا ويرفض جائزه الفيفا يعني. فلكن مع البحث في الكواليس وعرفنا ايه تفاصيل وحيثيات، وطبعا انا وجهه نظري مؤيدا موقفه، يعني في الاخر انا بعتبر الامر حريه شخصيه يعني في الاول يعني. تمام، بس انا حاسه التأييد على استحياء.
هو للاسف ما تعرفيش انه انا اشعر بده، انه موجه الغضب كبيره جدا او موجه الاعتراض كبيره جدا، لكن انا مش يعني انا مش لاقي لحل شيء مبرر بصراحه. موجه يعني الاعتراض انا في كبيره؟ ايه؟ موجه الاعتراض كبيره؟ الاعتراض على كبيره موقفه؟ يعني ايه؟ الاعتراض على موقفه؟ الاعتراض على موقفه. ليه؟ انا يعني مش ليه؟ من يعني وجهة نظرك ومش وجهة النظر ايه في الاعتراض؟ وجهة النظر ان بتقول انه والله انت راح تلعب في كاس العالم، المفروض في شركات عالميه راعيه، انت مش هتفكر في فكره ان ايه انك تتبع انهي مله وانهي دين، انت في الاخر راح تمثل مصر، فمن الاولى طالما انت بتمثل في كاس العالم، طب ما انت بتلبس من شركه عالميه زي مش عارف اديداس او نايك، مش عايز اذكر اسماء، دي الشركات كلها اساسا يعني غير مثلا ما بتخضعش لفكره الدين، فخلاص من الاول ان احنا ما نروحش نشارك في كاس العالم. يعني دي وجهه نظر ثانيه مختلفه بتقول انه ازاي ترفض تستلم الجائزه، طب خلاص من الاول انك انت ما تروحش تشارك في كاس العالم طالما بتلعب كوره قدم مع ناس غير مسلمين، طالما بتلعب كره قدم مع بتمارس رياضه مع ناس اساسا من غير دينك، يعني وجهه نظر ثانيه مختلفه. وناس كتير هجمته بشكل انا يعني بصراحه شايفه غير مبرر يعني وغير منطقي اساسا. يعني انت مش مقتنع بوجهه النظر دي؟ انا بقتنع وجهه النظر. خلينا نتفق ان الفيفا ما بيهموش غير فكره الفلوس والدعايه. طيب. يعني بالمنطق كده ازاي يعني خلينا كره القدم دي بتشجع على ايه؟ بتشجع على التسامح، بتشجع على الحب، بتشجع على نبذ العنف، على نبذ العنصريه، على نبذ السلوكيات غير الخاطئه، على احترام الاخر، على احترام الاخر، فضلا عن ده كله ان كره القدم ان الرياضه بشكل عام بتنبذ الافعال المشينه، بتنبذ التدخين، تمام، بتنبذ المخدرات، بتنبذ السكر. ازاي الفيفا يعني يتقبل فكره ان تكون احد شركات الرعايه او الراعي الرسمي دي شركه خمور؟ شايفه التناقض؟ يعني فكره ان انا دلوقتي راجل بمثل رياضه مهمه او الفيفا بمثل اهم لعبه شعبيه على مستوى العالم، اخلي الراعي الرسمي بتاعي شركه خمور اللي هي اساسا المفروض على الاقل هي طبعا حريه شخصيه كل واحد يشرب كما يشاء ويتعامل كما يشاء، ولكن الكوره تتماشى مع الخمور؟ هي دي الفكره يعني فاهم قصدي؟ يعني دي الفكره. انت ما بتتكلمش بشكل ديني، انت بتتكلم بشكل مجتمعي وصحي. انت بالضبط. شايف ان الرياضي المفروض ان هو ما يشربش خمره كرياضي. بالظبط. يعني انت برضو من المنطق ده ترفض ان شركه سجاير مثلا ترعى او تمول كاس العالم مثلا؟ يعني في الاخر انت بتتكلم في الرياضه، الرياضه اساسا هدفها ايه؟ يعني الرياضه هي السمو بالاخلاق، وانك انت ترفض يعني الناس كلها بتقول لك اي ابن او شاب او اب او بتاع بيشجع ابنه يقول له روح العب رياضه، يقول لك بدل ما يروح يشرب خمر او بدل ما يروح يشرب سجاير. بس الفيفا اعتقد انها مش مقتنعه بوجهه النظر دي، لان هي حتى لما قالت ان انا اشيل صوره ازازه الخمور اذا فاز بها احد اللاعبين المسلمين، يعني ما قالتهاش بشكل مطلق احتراما للديانه الاسلاميه. يعني خلينا برضو ناخد الجانب المضيء شويه والجانب الايجابي، ان هي في الاخر احترمت حريه العقيده، احترمت حريه الاختيار للانسان للاعب ان هو يرفض او يقبل. تمام. على الاقل هي طبعا هي حره طبعا في اختياراتها وفي الرعاه الرسميين طبعا، في الاخر انا ما اقدرش احكمها لان هي تحكم علاقات السوق، علاقات تجاريه، في تعاقدات طبعا ما بينهم، هي هدفها المكسب والربح طبعا، والا ما كانتش تقبل شركه زي شركه خمور طبعا. في الاخر طب كنت متوقع الموقف ده؟ لا انا بصراحه ما كنتش متوقعه، انا يعني اي لعيب تاني في موقفه انا كنت اتوقع ان هو محمد الشناوي هيقبل الجائزه ويتصور مع ويتصور ويلتقط الصور التذكاريه باعتباره انه حدث عظيم هيفضل في ذاكرته وجدانه وجدان كل مصر ووجدانه هو ايضا، انه رجل المباراه في اول ماتش لمصر مع اورجواي وانه عمل ماتش بطولي. يعني انا ما كنتش متوقع منه هذا التصرف بصراحه، لكن انا مش عايز اتكلم بفكره منطق ديني وغير ديني، يعني فاهم؟ في الاخر كل واحد هو شايف، هو ده شايف انه غير معتقداته انه يقبل هذا الواقف، انه يقبل هديه او يقبل منحه من شركه من راعي مثلا شركه خمور، هو في الاخر حر. انا في الاخر انا ما لكن انا مش عارف هي حاله الناس بتهاجم ومتهاجم. طيب نفس الموقف ده حصل بشكل او باخر مع اللاعب حسام حسن لما كان رايح الاحتفال في روسيا، وكان برضو اثار ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، هو كان بيشرب من الخمور ولا لا؟ حضرتك اكيد بالزبط. فاكر الموقف ده. لما اللقطه التذكاريه اللي جمعت حسام حسن ورئيس، وانه هو شرب معاهم احتفالا. هو راجل برضه بررها بفكره انه في الاخر ده بروتوكول احتفالي، اكيد يعني بروتوكول احتفالي من الناس دي مش رايح ناس رياضيين. طيب اكيد يعني لاول وهله ما عملتش مقارنه ما بين الموقفين؟ هو تقريبا يعني موقف واحد بس تصرفين مختلفين. بس انا ما عملتش مقارنه لان الموضوعات احنا مشكلتنا كان في مصر شويه الموضوعات بتاخد عندنا حيز ابعد شويه. ليه الكلام حضرتك بتقول ان الرياضي قدوه؟ طب ما احنا بنتكلم بالضبط. بقى من نفس المنطق اللي حضرتك بتتكلم فيه، ان ازاي احنا بنتكلم على لعبه كره القدم المفروض ان هي تحث على كذا وكذا وكذا، كل الكلام ده بيؤيد الفكره اللي حضرتك بتتكلم فيها. موقف حسام حسن كان رايك فيه ايه؟ المنطق بتاعك يبقى انت رافضه.
تمام. صح؟ هو الفكره مش فكره يعني مش فكره رفض ولا قبول، هو حسام برضه يعني عارف اتعامل بمنطق انه محرج رئيس دوله وفي حادث بروتوكولي كبير، وهو اتعامل بمنطق البروتوكول انه يعني المفروض ان هو ممكن يتعامل انه يشرب شويه او انه ياخد لقب، هو معاه ماسك كاس الخمر. تمام، بس نفس الكلام ده بيتناقض مع اللي حضرتك قلته، يعني انت قلت ان ازاي جايزة، أنا معاكي فكرة، بس فإزاي تتقبله من حسام حسن وفي نفس الوقت تتقبل وتؤيد موقف؟ يا فندم أنا مش أوصيح على الناس مبدئيا، بس لا أنا بتكلم على وجهة نظرك، أنا بقولش وحضرتك أنت لا تملك القرار أو الحكم، لكن أنا عايز أسألك على وجهة نظرك كناقد رياضي، وهل النقد الرياضي فقط في الرياضة وفي اللعبة وهو مررها صح ولا لأ أو جاب جون ولا لأ، ولا برضه سلوكيات اللاعب وقدوته وتصرفاته وصورته الذهنية بره وجوه مصر؟ يعني اتكلمت في نقطتين هجاوبك على نقطه. مبدئيا يعني تصرف انا بقول اوكي اذا كنت ايد قرار الشناوي، مش معنى ده ان انا برضه بايد قرار حسام حسن، الفكره كلها ان كل واحد حر في اختياراته، يعني انا بقول زي ما قلت لك يقبل او يرفض، دي بتاعت اللعيب، يعني انا ما اقدرش اتدخل في معتقداته او ما اقدرش اتدخل لا من منطق يعني حضرتك قلت لي ان ازاي كره القدم اللي بتحث على كذا وكذا وكذا يكون فيها خمره، وحتى انا اكدت على كلامك حضرتك بتتكلم من الناحيه الصحيه والاجتماعيه، قلت لي طيب ما هي نفس المنطق، طب ما هو حسام حسن اهو ممكن يكون شرب. تمام انا معاك، اديني فرصتي، بس هو الفكره مش فكره انه قابل او ما قابلش حسام حسن، هو فكره انه انا بقول لك قد يكون حط وضع في موقف محرج فقط، يعني فحب يعملها بروتوكوليا، لكن اكيد مش رايح يعمل ده انه لو كنت مكانه كنت هتعمل ايه؟ لو كنت مكان مين، الشناوي ولا حسام حسن؟ الاثنين هتعمل ايه؟ لا في الشناوي بصراحه كنت هقبل الجايزه، يعني لاني حاجه عظيمه. حسام حسن برضه كنت هتشرب. مش فكره، لان فكره ان انا كنت يعني في الاخر رئيس دوله، فكنت بمنطق الاحراج كنت يعني هقبل ده، يعني لان انا مش رايح يعني مش رايح حضرتك احضر حفله وحفله سكر، يعني سوري في اللفظ، هدفها المجون او السكر او بتاع، مع انك انت استنكرت الاعتراض على الموقف في بدايه الحوار وقلت للاسف يعني كان انا اعتراضي على فكره، يعني اعتراضي على فكره اساسيه، اعتراضي على فكره ان الناس بتهاجم الشناوي عشان موقفه، يعني بتفهميني، اعتراضي على الناس بتهاجم الشناوي انه رفض، لكن انا بقول ان الشناوي من حقه يرفض او يقبل، ما قلتش بقى انت بتقولي لو انت مكانه هتعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ لكن انا اعتراضي على فكره الناس هجمت الشناوي وهجمت هجمت موقفه واعترض على ازاي انت رايح تمثل مصر وازاي تكسفنا وازاي مش عارف ايه، طب من الاول ما تروحش كاس العالم، حاله الهجوم دي انا مش عجباني، لكن في الاخر انا الشناوي في احترام، انا في الاخر راجل في الاخر ممثل مصر، انا مش هخش في تفاصيل، لكن انا زي ما قلت لك فكره ان انت بتقولي لو انت مكانه، زي ما قلت لك انا مش وصي على شخص او ما او وانا ما قلتش وجهه النظر مش وصايه باي شكل من الاشكال. سؤال اخير بقى استاذ احمد عشان ما نطولش عليك، توقعاتك بالنسبه لمباراه مصر وروسيا غدا باذن الله ايه؟ محمد صلاح هينزل ولا لا الاول؟ مبدئيا خلاص هو ان شاء الله بنسبه كبيره خلاص، يعني جات لنا من مصادرنا الرسميه ان صلاح هيبقى اساسي في التشكيل طبعا، وان شاء الله يعني التوقعات غير التمنيات، يعني انا طبعا اتمنى ان مصر تفوز، لكن التوقعات انا مش عايز اكون محبط او مخيب شويه في كلامي، ولكن اللي حصل حاليا دلوقتي وانا بكلم حضرتك اني الفندق في سان بطرسبرج في اللي بيستضيف بعثه المنتخب اللي هتلعب بكره تحول الى زي ما بيقولوا فرح شعبي، فنانين ولاعيبه كره قدامى ومغنيين ومطربين راحوا الفندق واقتحموا الفندق دلوقتي كلهم في فندق واحد كلهم في فندق واحد، تخيلي انه ده حاليا وكله صور مواقع التواصل الاجتماعي كلهم بتصوروا مع اللعيبه. طب ليه؟ فده يعني ينذر، مش عايز اقول انه مصدر تشاؤم المصريين بيعيدهم لاحداث تصفيات كاس العالم 2010 لما لعبنا الماتش الفيصل مع الجزائر في السودان في ام درمان، وراح وفد كبير من الفنانين وده عمل تشتيت للاعيبتنا وتشتيت للمنتخب واذهانهم، لان في الاخر ما عرفوش يفصلوا، تخيل انك انت مثلا ما لا يقل عن وفد ما يقلش عن 500 لعيب 500 فنان ورياضي سابق ومذيع واعلامي رايحين يقعدوا في نفس الفندق اللي في المنتخب، حاجه غريبه جدا. وكمان لو يعني حطينا في الاعتبار برضو اللي هو البرنامج اللي كان برنامج المقالب اللي صور حلقات كتيره منه مع اللاعبين الناس اللي موجودين دلوقتي، يعني يدي احساس ممكن يكون غير صحيح، ولكن ممكن يدي احساس ده حقيقي ان ما كانش في تركيز كامل، يعني بالظبط ده حقيقي، لكن انا بتعشى من ان اعاده صلاح في ماتش غدا تحدث الفارق، بتعشى من لعيبتنا يكونوا ان شاء الله رجاله ويكونوا عقد الحدث ان شاء الله، بتعشى من حققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله وهم موفقين باذن الله غدا يعني. تمام، اشكرك شكرا جزيلا الكابتن الاستاذ احمد الضبع الصحفي الرياضي بجريده الاهرام. فاصل ثم نستكمل الحلقه، يقوم معنا.
أهلا بكم من جديد. بكرة الثلاث في حدثين مهمين جدا، طبعا استمرار امتحانات الثانوية العامة، وفي امتحان بكرة صباحا بإذن الله، وطبعا المباراة المرتقبة ما بين فريق مصر وروسيا هتكون إن شاء الله الساعة 8 مساء. احنا معنا الآن على الهاتف الأستاذ هشام شاهين الناقد الرياضي في جريدة الأهرام المسائي. أستاذ هشام أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. إن شاء الله بإذن الله يعني نتفائل كلنا بالمنتخب الوطني إن شاء الله بإذن الله. توقعاتك إيه بقى؟ إن شاء الله أتوقع يحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله بإذن الله. لو ممكن ترفع صوتك أستاذ هشام بعد إذنك؟ بقول لحضرتك وجود محمد صلاح إن شاء الله بإذن الله نحقق نتيجة إيجابية بإذن الله. إيه أنا مش سامعك كويس، بوجود محمد صلاح إيه؟ بوجود محمد صلاح إن شاء الله بإذن الله نحقق نتيجة إيجابية بإذن الله. بإذن الله يعني ممكن يكون في فوز. ان شاء الله باذن الله. ما هو ده مش قدامنا غير احنا لازم نكون. انا مش سامعه بشكل يعني جيد، يعني لو ممكن تغير مكان التليفون وترفع صوتك بعد اذنك. اتفضل. يعني حضرتك بتقول ان هو ممكن يكون في فوز لو نزل طبعا محمد صلاح، هو يعني كل الكلام دلوقتي بيؤكد ان هو ان شاء الله هيلعب بكره اساسي صح؟ ان شاء الله باذن الله هو يكون موجود. يعني اللعيبه كلها طبعا بتأدي دور كبير جدا، بس طبعا هو هداف وماتش صعب زي ده بتاع روسيا و منتخب بيلعب على ارضه، يعني برضه دي طموح ان هو طبعا يفوز بكاس العالم، فطبعا المباراه مش هتبقى سهله، مباراه صعبه جدا بالنسبه للمنتخب الوطني، لكن اللعيبه كلها عندها اصرار انها تحقق الفوز، وده طبعا الوعد اللي هم نفسهم يقدموه للجماهير المصريه يعني. طبعا ده تمني ولا توقع استاذ هشام؟ لا توقع ان شاء الله باذن الله يحصل حاجه زي كده، لان طبعا مش قدامنا فرصه بس اللعيبه عارفه واجباتها تمام، وعارفه ان المباراه دي هي المباراه الفاصله، يعني صعب جدا ان احنا نقدر نعمل حاجه لو في التعادل برضه مش هيبقى في مصلحتنا، يعني الفوز هو ده اللي هيخلي ورايتنا تكون رابحه في الجوله الاخيره مع السعوديه عشان نقدر نصعد في المركزين الاول والثاني. يعني اعتقد ان الاداء الممتاز اللي اداه الفريق المنتخب المصري مع اورجواي اعتقد هو اللي خلاك تتوقع ده بشكل كبير. احنا كنا نتمنى اكتر من كده، يعني طبعا الهدف جه في وقت قاتل، يعني لو موجود محمد صلاح في المباراه دي كنا هنفوز مش هنخسر. طيب لو كان موجود عصام الحضري، لو كان موجود عصام الحضري، يعني انا مش عايز اقول لحضرتك برضو عشان ما نظلمش عصام الحضري، عصام الحضري طبعا 45 سنه، بس رد الفعل بتاعه مش ما كانش هيكون زي محمد الشناوي. محمد الشناوي عنده رد فعل غير عادي، عنده جرأة، حارس طبعا أول مباراة بالنسبة له تعتبر مباراة دولية رسمية ياخدها، وظهر بشكل غير عادي لأن هو ما كانش واخد فرصته أصلا في النادي الأهلي، لما ظهر واستمد بدري إداله فرصة قدر إن هو يطلع منه حارس مرمى جيد جدا إلى أبعد الحدود، يبقى طبعا بشهادة جميع النقاد بشهادة جميع الجماهير إن هو هيبقى حارس متميز إلى أبعد الحدود بالنسبة. كانت هتبقى نفس النتيجة لو كان من وجهة نظرك، كانت هتبقى نفس النتيجة لو الكابتن عصام الحضري موجود؟ لا أكيد كانت هتبقى أكثر من كده بصراحه طبعا. اكتر من كده بمعنى ايه؟ بمعنى كنا هنخسر. تمام. طيب ما يقدرش يتعامل مع الحضري، يعني السن حضرتك بيفرق برضه، يعني السن بيفرق. تمام. يعني عامل لياقه بدنيه، يعني كوره زي اللي طلعها بتاعت كافاني دي صعب على عصام الحضري ان هو يبقى عنده رد الفعل ان هو، لا عصام الحضري وعنده 30 سنه بقى زي انا كده ممكن ان هو يطلع كوره زي دي، لكن في السن ده مش هيقدر ان هو يتعامل معاها. طيب أنا عايزة أخد رأيك في أكتر من موقف، أولاً قبل ما نسيب كابتن عصام الحضري، أنا عايزة أعرف إن في بعض المواقع، في بعض الأخبار والصحفيين أطلقوا اسم السد العالي أيضاً على محمد الشناوي، أنت مع إطلاق هذا اللقب ولا؟ طبعاً حضرتك عارف إن اللقب ده مطلق على الكابتن عصام الحضري. لا ممكن يبقى السد المنيع، يعني ما بلاش نقول السد العالي على إن هو لا المبدأ إن هو يقولوا نفس اللقب اللي كان أطلق على الكابتن عصام الحضري. هو نفس المبدا هقول لحضرتك ان الاجيال بتتوارث، احنا ما بنوقفش على حد، يعني منتخب مصر ما بيوقفش على حارس معين، لازم عصام الحضري هيجي في يوم من الايام ان هو يعتزل، واخد بال حضرتك؟ فلازم طبعا بعد كده لازم يكون في طبعا حراس جيدين. فظهر الشناوي، ظهر الشناوي وكان بشكل جيد جدا تفوق على. طيب وجهه نظرك ايه في موقفه برفض الجائزه؟ جائزة أحسن لاعب. نعم. بعد موقفه برفض الجائزة، جائزة أحسن لاعب بعد مباراة مصر وأورجواي. طبعا لا حبيبي ده شعور كل لاعب مسلم، يعني لازم طبعا طالما في حاجه ما خمور موجوده على الشركه اللي هي الراعيه لجائزه افضل لاعب، فلازم طبعا ان هو يرفض حاجه زي كده. طبعا لو كنت مكانه كنت هترفض ده؟ طبعا لازم نرفض حاجه زي كده، ما ينفعش اي حد مكانه كان ممكن، يعني كان لازم يرفض الجائزه.
اه طبعا لازم نرفض، واحنا طبعا بنحييه وبنقعد جنبه، وان شاء الله باذن الله بكره يعمل مباراه طيبه جدا. اكيد انت قريت التعليقات اللي قالها الدكتور خالد منتصر على الموقف، لما قال في على الصفحه الشخصيه: مره حارس مرمى دولي رفض جائزه مكتوب عليها اسم شركه خمور انتظارا وطمعا في جنه تغريه وتعده بانهار الخمور. ردك ايه؟ ما طبعا 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 حاجه جميله جدا. ده هو تضامن بقى حضرتك، ده رد الفعل. تخيل بقى رد الفعل لو كان هو مثلا قبل إيه حاجه زي كده، كان هيتعرض لنقد شديد جدا. لكن هو كده فعلا، واخد بالك؟ ده هو ده هو ده هو ده الالتزام. يا استاذ هشام انت ما فهمتش قصدي، يعني حضرتك قريت البوست بتاع دكتور خالد منتصر؟ ايوه قريته، معاكي معاكي. طيب يعني ردك عليه ايه؟ تعليقك عليه ايه؟ معاه ولا ضده؟ لا طبعا معاه طبعا، هو حاجه زي كده هو بيأيده. لا ما بيأيدهوش. لا هو مش بيأيده. لا ده هو حضرتك، لا ده هو بيثير السخريه، يعني بيسخر منه. هقوله مره تانية لحضرتك، هو بيقول مره حارس مرمى دولي رفض جايزه مكتوب عليها اسم شركه خمور انتظارا وطمعا في جنه تغريه وتعده بانهار الخمور، يعني بيسخر من اللاعب محمد الشناوي، وايضا سخريه من الدين الاسلامي. لا 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 حضرتك يعني نفهم المنطوق، واخد بالك؟ نفهم المنطوق، او ممكن حضرتك نيته ايه اصلا بيقول حاجه؟ نيته ايه؟ مفيش نيه، كلام واضح وصريح استاذ هشام، يعني كلام واضح ان هو فيه سخريه. هو بيسخر من الدين الاسلامي وبيسخر من موقف اللاعب، يعني ازاي؟ هو معناه انت ازاي بترفض جايزه من شركه خمور وانت مفروض دينك بيعدك بانهار من الخمور؟ حضرتك اكيد هو اللفظ خانه في حاجه زي كده، ولفظ اكيد خانه في ايه؟ مفيش لفظ خانه، المعنى خانه، هو كلمة احنا بنتكلم عليها، يعني حضرتك رافضه، لو المعنى اللي احنا بنقول عليه حضرتك رافضه طبعا. احنا طبعا واخدة بالك يعني ضد أي حاجة زي كده، بس أنا من وجهة نظري إن الكلام بتاعه ده واخدة بالك يعني التعبير خانه، يا جنة عرضها السماوات والأرض. لا هو التعبير ما خانهوش، هو بيأكد على نفس المعنى في أكتر من بوست، وهو عارف هو بيكتب إيه كويس جدا وفاهم المعنى بتاع الكلام. سيبك بقى من نقطة هو خانه ولا ما خانهوش، المعنى ده بالمعنى اللي أنا بقوله لحضرتك، حضرتك رافضه ولا بلو؟ لا طبعا مرفوضه طبعا، يعني لو هو يقصد حاجه زي كده وبيقصد حاجه في الاسلام طبعا احنا كلنا بنرفضها، يعني ده شكلا وموضوعا. تمام، بنتكلم على دي لو هو اللفظ خانه دي حاجه ثانيه. مفيش لفظ خانه ولفظ ايه، المعنى واضح وصريح، يا ريت يكون في لفظ واحد احنا بس شاكين فيه او بنتكلم فيه معنى كامل واكثر من بص. الواحد يخطئ، واخد بالك حضرتك؟ بيخطئ في الكتابه نفسها. لا هو ده اتجاه الدكتور خالد منتصر، يعني هو دي افكاره وده اتجاهه، يعني هو ما جابش حاجه غريبه جدا عن افكاره او معتقداته، يعني هو نفس فكره. فبالتالي احنا ما بنتكلمش على لفظ خانه، بنتكلم على فكر خانه بقى. ممكن فكر خانه من وجهه نظرك، يعني بغض النظر انا مؤيده او رافضه لكلام الدكتور خالد منتصر. اشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام شاهين الناقد الرياضي من الاهرام المسائي. لو نرجع نكلم الاستاذ احمد الضبع مره اخرى علشان احنا عايزين نتكلم في اكتر من واقع. احنا طبعا هنتكلم على موقف محمد الشناوي مش كموقف فردي، احنا ممكن نتكلم عن الموضوع، وطبعا والتليفونات ممكن تكون موجوده على الشاشه لو اي حد عايز يعلق او يدخل في مداخله باي شكل. احنا بنتكلم هو الرياضي بشكل عام لازم تكون تصرفاته في أي مكان وفي أي موقف بتعكس أخلاق الرياضي؟ السؤال لأول مرة هيقول لا طبعا، ده الرياضة أخلاق وقدوة و و، لكن احنا مش بنتعامل مع أجهزة مبرمجة، احنا بنتعامل مع أشخاص عاديين، مع بشر ممكن يغلطوا، ممكن يتصرفوا صح، يعني ممكن في لحظة الغضب يطلع منهم تصرفات ممكن ينتقدها الآخرون. أنا بطرح كل وجهات النظر، بس أنا عايزة أوريكم فيديو هو موجود من فترة طويلة، من حوالي 7 أو 8 شهور، موجود على مواقع التواصل الاجتماعي للكابتن مجدي عبد الغني. لما نزل الفيديو أثار الاستياء مش أثار الجدل، في فيديوهات بتثير الجدل إن ممكن حد بيتقبله وحد ما بيتقبلهوش، لا بكل الأشكال الفيديو اللي احنا هنشوفه ممكن تكونوا شفتوه قبل كده أثار الاستياء، بس ممكن من وجهات نظر مختلفة. ممكن واحد يقول لك لا الرياضي المفروض ما يبقاش كده، المفروض إن الواحد يكون بيمثل اسم بلده، بيمثل فريقه، بيمثل اللعبة بشكل عام، ما يصرفش بهذا الشكل. ممكن واحد يقول لك لا ده هو حول نفسه اللي مادة مثيرة للسخرية، مش عايز أقول لفظ آخر. ممكن يقول لك لا هو حاسب نفسه دمه خفيف، لكن هو دمه مش خفيف، لا هو ما ينفعش يتصرف كده، ده هو لاعب رياضي هو مش مونولوجيست. في
كلام كتير كان موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. بس نشوف الفيديو بعدين نرجع نكمل الكلام. محدش لسه جاب جون في كاس العالم، انا الوحيد اللي جاب جون في كاس العالم. الاسطوره بتاعتي لسه ما انتهتش. محدش لسه جاب جون في كاس العالم، انا الوحيد اللي جاب جون في كاس العالم. ده لاعب كرة قدم وموجود عندنا في مصر، وده فيديو هو وضعه بنفسه على الصفحة الشخصية بتاعته، يعني هو شايف ان هو مادة جيدة وصالحة للنشر والتداول ما بين الناس ايا كان موقفك او رأيك تجاه هذا الرياضي. عندنا موقف من الكابتن محمد الشناوي، عندنا مواقف متعددة من الكابتن محمد صلاح، يعني كل مشاهد وقناعاته وتصرفه او رد فعله تجاه ما يرى. طبعا كان في برضه لقطه تانية في مباراه مصر واورجواي من لاعب من الفريق في اورجواي بعد احرازه الهدف كان فرحان. لو نشوف الفيديو كان فرحان وبيجري وهو فرحان، وطبعا اللقطه دي ما جاتش على الهواء، حاول ان هو يضرب لاعب من اللاعبين المصريين في المنتخب المصري. اللقطه دي لم تسجل ولم تعرض ولكنها عكست تصرف واخلاق. الاستاذ احمد الضبع صحفي رياضي بجريده الاهرام. استاذ احمد، يعني انا بس عايزه استكمل النقطه اللي حضرتك كنت طارحها، انك طبعا مستنكر هذا العدد الكبير من الشخصيات العامه اللي موجوده داخل الفندق. هو الفكره كلها ببساطه شديده، يعني انا في الاخر احنا دلوقتي مهمه وطنيه، المنتخب الوطني بتاعنا عنده ماتش مهم جدا غدا، ماتش مصيري بالنسبه له، حياه او موت، ماتش المفروض ان هو بيحدد مصيره في المجموعه، وبالتالي انه الناس كلها طبعا انا مقدر مشاعر الحب ومشاعر التشجيع والدعم، وانك انت عايز تقف قدام منتخب بلدك، وانك انت متكلف تذكره طيران وسفر واعباء انتقال كي تؤذي منتخبك الوطني، ولكن يعني مش عايزين نبقى المنطق المصري اللي هو الدبه اللي قتلت صاحبها، يعني دلوقتي صحيح. يعني ده المنطق المهم، انه دلوقتي كله راح يقيم في نفس الاوتيل نفس الفندق اللي بيقيم المنتخب، طب باي حق؟ وان هو يعني لو شفت الصور حضرتك يعني هتلاقي هتقول ايه ده؟ يعني احنا فين يا جماعه؟ ومحدش اللي بيفصل اللعيبه. حضرتك وصفته بالفرح الشعبي. بالظبط كده، هو فرح شعبي، يعني فين 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 رئيس الاتحاد المصري؟ فين فين رئيس البعثه؟ فين المسؤول عن المنتخب؟ ان هم يحاولوا يعزلوا الناس عن يعزلوا اللعيبه عن الجماهير. سؤال اخير استاذ احمد، ردك على البوست اللي كتبه الدكتور خالد منتصر على صفحته الشخصيه تعليقا على موقف اللاعب محمد الشناوي. ما هو هي فكره ان هو يعني هو المشكله ان هي اثارت ازمه من الازمه، او هي فكره انه خالد منتصر الدكتور خالد منتصر بيقدم نفسه بدور تنويري واستناري، هو وانه راجل مستنير وانه راجل بيقدم الفكر من حاله الفكر المتطرف والفكر العقيم، اوكي وانا احترمك ونقدرك، لكن يعني انا الفكره البسيطه ما تحجرش على رايي، ويعني زي ما احنا بنتهم ان الارهابيين عندهم فكره الحجر على الراي وفكره الاقصاء وفكره التخوين والترهيب والتكفير، انت برضه كرجل مستنير ما تحجرش على رايي او موقفي وتتهمني بشيء بالصح او بالغلط وتقول لي موقفك صح او تضعني في موقف تقييم، انا في الاخر انا لاعب ليا رايي ليا اختياراتي ارفض اقبل. طيب هل تتفق مع الراي اللي هو بيقول ان الدكتور خالد منتصر دلوقتي ان هو بيسخر من الدين الاسلامي؟ لا انا ابعد من كده برضه، هو الدكتور برضه مش فكره بيسخر من الدين الاسلامي، هو الراجل في الاخر لا يعني الجمله دي ممكن حد يفهمها ازاي؟ طمعا في جنه تغريه وتعد بانهار الخمور. يعني هو دلوقتي ضمنيا بيقول لك انت ازاي موعود بانهار من الخمور ودينك منعك من الخمره في الحياه. اه يعني هو في الاخر يعني الموضوع مش مجرد رايه في موقف لاعب، لا ده تعدى يعني المنطقة دي لمنطقة أخرى، هكذا يرى البعض مش رأيي. أنا شايف كده، أنا شايف كده معاكي، بس هو زي ما قلت لك هو طب أنت يا دكتور خالد اختلف موقفك عن الإرهابي في إيه؟ إنه لما بيكفر الآخرين وبيتهمهم بالخيانة وبيتهمهم إن هم غير مسلمين. يعني حضرتك شايف إن هو زي موقف الإرهابي اللي بيكفر. بالظبط كده، بالظبط كده، أنا بصراحة مع احترامي يعني للتقدير دي، لكن هو بيمارس زي ما بيقولوا إرهاب فكري، إرهاب على موقفي، طب أنت طيب أنا عايزة برضو يعني أنقل لك صورة الرئيس دونالد ترامب لما راح المملكة العربية السعودية، يعني زوجته وبنته لبسوا ايه؟ احتراما للديانة الإسلامية والثقافة العربية، يعني ما قللش من شأنهم بأي شكل، يعني ازاي بنحترم التصرف ده من غيرنا ولما احنا نيجي نعمله حد يقول لك لا هو يعني تصرف مبالغ فيه.
لا وبعدين الدكتور خالد مصطفى لما طلع بالبوست على صفحته الشخصيه على الفيسبوك، الفيفا بعدها تاني يوم احترم بالزبط. عقيده اللاعب واحترم بالزبط. يعني شوف انت بتجبر الاخرين على احترامك واحترام عقيدتك واحترام ديانتك، انت ما ترضخش، انت ما رفضتش الفكره دي، وده اللي كنت عايز اوضحه حضرتك في الجزء الاول، لكن حضرتك كنت ما وصلتكيش الرساله اللي انا عايز اوصلها، انه فكره ان كل واحد حر فيما يقبله وفيما يرفضه. لا انا فاهمه وجهه نظرك والله، بس انا بكلمك من كلامك من المنطق اللي حضرتك بتقوله، بس انا فاهمه وجهه نظرك، ومحدش واصي على حد وكل واحد يحترم راي الاخر، انا فاهمه المبادئ العامه دي، لكن انا كان جدلي معاك من المنطق اللي حضرتك طرحته مش اكتر من كده. بس اشكرك كده. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد الضبع الصحفي الرياضي بجريده الاهرام، ان شاء الله يعني باذن الله هيبقى في نتيجه ايجابيه بكره في مباراه مصر وروسيا. الاداء المنتخب المصري في مباراه مصر واورجواي كان اداء غير متوقع وكان جيد جدا، اعتقد ان هو بيدي مؤشرات ايجابيه لمباراه غدا باذن الله. وجود محمد صلاح ان شاء الله في المباراه اعتقد ان هو هيغير من نتيجه المباراه بشكل كبير. كل التوفيق للفريق المصري باذن الله. في الفترة اللي فاتت وخاصة امبارح واول امبارح 48 ساعة انتشرت اخبار موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف جدا جدا وفي فترة زمنية واحدة، ان في بلطجية موجودين على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بيوقفوا العربيات ويثبتوا العربيات ويسرقوا السيارات ويقتلوا الناس اللي موجودين فيها. كل البوستات اللي احنا هنشوفها دلوقتي على الشاشة وعشرات من التعليقات وعشرات من البوستات الاخرى بتتكلم في نفس المضمون، ان في بلطجية موجودين في طريق مصر اسكندرية الصحراوي ومحدش يروح ومحدش يسافر ومحدش ينتقل من القاهرة ومحدش يروح اسكندرية ومحدش يروح الساحل الشمالي. واستمرت الدوشة دي فترة طويلة وفترة واحدة وفي توقيت واحد وأثارت الانتباه، خلتنا نشوف بقى هو كان فعلا في حاجة امبارح على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ومعانا الأستاذ أشرف شرف نائب رئيس تحرير الأخبار من مكتب اسكندرية. أستاذ أشرف أهلا بيك. اهلا وسهلا فندم، اهلا بيك. عايزين نعرف حقيقه الكلام ده ايه يا استاذ اشرف؟ الحقيقه كلها اشاعات تماما، يعني لا اساس لها من الصحه يعني على الاطلاق، يعني حتى ما فيش اي حوادث بهذا الشكل او الوصف اللي تم تداوله على السوشيال ميديا ولا في بلاغ، لان اكيد الشخص اللي تضرر يعني صحيح. مفترض لو الحادثه دي واقعيه سواء هي او غيرها، وبيقول طبعا عده حوادث، كان اكيد هيقدم بلاغ او في حد في المستشفى او في حد على سيارته تضررت. لكن الحقيقه ان الاشاعه دي طلعت استاد يعني هدفها واضح جدا، وان كان في ردود. هدفها ايه؟ على هدفها افساد فرح المصريين بالعيد، الحد من القدره على التنزه والقضاء اوقات سعيده. سواء انت عارفه حضرتك ان يمكن الاسكندرية عندنا وسط المدينة، شوارع وسط المدينة تقريبا بتكون خالية تماما من المرة والسيارات، لكن الطرق اللي بتكون فيها كثافة مرورية هي الطرق السريعة، سواء الطريق الساحلي الطريق المؤدي للساحل الشمالي او الطريق القاهرة. طب انت تواصلت مع يعني مع اي مؤسسة من المؤسسات الأمنية أو الأجهزة الأمنية؟ تأكدت إن مفيش أي بلاغ، مفيش أي حاجة من المواضيع دي؟ طبعًا هو أكتر مصدر أمني، سواء في مصدر أمني على مستوى مديرية أمن اسكندرية أو مصدر يعني كمان في طلع بيانات من مصادر أمنية في وزارة الداخلية، إن يعني على مستويين سواء العام وزارة الداخلية أو في مديرية أمن اسكندرية، يعني مفيش أي حاجة من الكلام ده، ده كله إشاعات. والأهداف هو طبعا بيبقى يعني إشاعات بيبقى أساسها إيه يا فندم؟ أيوه. إن في كثافة زي ما بقول سعادتك، إن في كثافة مرورية على الطريق الساحلي نتيجة إن معظم الناس في لا 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 معلش، البوستات اللي إحنا عرضناها ده في بوست منهم بيتكلم عن الفنان حسن يوسف إن هو تم التعرض ليه، يعني موجهة مكتوبة. طب اكيد لو الفنان حسن يوسف تعرض لكده بالظبط هيبقى في بلاغ وفي يعني في تفاصيل. لا يعني انا اعتقد انا استبعد موضوع الكثافه المروريه فين، يعني اعتقد انا اميل ان هي ممكن تكون مقصوده لاحداث الـ يعني ايه. وفي فعلا اولا حضرتك يعني المصدر الامني اللي طلع بيان، اولا حضرتك في قبل العيد قبل اجازه العيد ايوه في كان في اجتماع مع سواء في مديريه امن اسكندريه او بقياده مساعدي الوزير على مستوى كل المحافظات. تمام. فريق مصر اسكندريه بالذات القاهره او اسكندريه في اربع اكمنه ثابته معروفه اماكنها وزائد اكمنه متحركه.
تتحرك في عدة أماكن، زائد في سيارات مخصصة لتلقي استغاثات المسافرين. لو حد سيارته تعطلت أو تعرض لأي حادث من أي نوع، فبتتحرك هذه السيارات للاستغاثة بسرعة شديدة للموقع بعد تحديد مكان. ما فيش أي بلاغ تلقيته هذه سواء الأكمنة. طيب ما عندكش أي معلومة هيتم التصرف إزاي مع أصحاب هذه المواقع الشخصية؟ يعني أنا أعتقد أن واحد مثلا يقول معلومة زي دي بناء على تجربة شخصية، لأن في كتير مش نقلا عن حد، لا بيتكلم عن نفسه أن أنا تعرضت لحادث. أنا لاحظته يمكن اطلعت على بعض المواقع يعني التواصل الاجتماعي ان كله بيتكلم عن اخرين، يعني مش بيتكلم عن لا في منهم بيتكلم عن نفسه، انا لسه دلوقتي وربنا ساترها معايا، ويا جماعه ما تنزلوش، لا خلوا بالكم. طيب يعني ده برضو اعتقد ان هو ممكن يكون له علاقه بالقانون الجديد للصحافه، يعني المفروض ان هو ما ينشر على قانون الجرائم الالكترونيه، المفروض ان في بالظبط ان هو يفعل بشكل او باخر، يعني لان ده طبعا في احداث بالبلاء وحاولت تفرح الناس بالعيد، وفي توقيت حساس للغايه يعني. بالظبط التوقيت دي نقطه مهمه جدا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ اشرف شرف، نائب رئيس تحرير الاخبار من مكتب الاسكندريه. احنا بنتكلم برضو عن التوقيت، وان المفروض ان كل واحد يكون مسؤول عن كل كلمه بيقولها او بيكتبها. الكلمه امانه، سواء كنت مسؤول او اعلامي او اي شخص، لازم المواطن العادي يتحمل مسؤوليه ما يقوله. المفروض ان احنا يعني في هذه المرحله نتصرف بهذا الشكل، ان احنا نكون متحملين مسؤوليه كل حرف بنقوله وكل كلمه احنا بنقولها. المشهد اللي احنا هنشوفه دلوقتي كان موجود في مسلسل ضد المجهول للفنانه غادة عبد الرازق، المشهد في الحلقه الاخيره. طبعا يعني انا ما شفتش المسلسل، بس انا عارفه ان المشهد ده بتحرق فيه اللي قام باغتصاب بنتها. طبعا اكيد اي شعور لاي ام ممكن بنتها حد يغتصبها، يعني معروف ممكن درجة الألم أو الوجع اللي ممكن يكون فيها قد إيه. طب نشوف المشهد هي تصرفت إزاي مع اللي قام باغتصاب بنتها، وأقول لكم إحنا عايزين نتكلم في المشهد ده من زاوية اجتماعية، لأن دراما إحنا متفقين إن هي مرآة تعكس الواقع، تثير حالة الجدل، تثير الفكر على المشاكل والقضايا الاجتماعية. نشوف المشهد وبعدين نرجع نكمل الحوار. أستاذ طارق الشناوي الناقد الفني، أهلا بحضرتك. اهلا بك. هل تعتقد ان اسره معاذ الكساسبه ممكن تقاضي اسره مسلسل ضد المجهول؟ مش هسألك الحقيقه، يعني مش هسأل بالي قوي بالبحث عن السؤال والاجابه، بقدر ما هروح لمنطقه ابعد، وهو غياب الوعي الثقافي والسياسي عن صناع الدراما. بمعنى ان انت كمتلقي، لما الحادثه دي حدثت في الاردن، كويس، كنا مؤكد متعاطفين مع اللي بيتحرق، مع الشاب اللي بيتحرق، كويس، ضد اللي بيحرقوه، تمام، ضد داعش، تمام. يعني معناها انه داعش لم ولن تكن على صواب، كانت ضدنا وضد الحياه وضد الانسانيه بل وضد الدين، مظبوط، تمام. هي بقى في المسلسل عايزه تنقل صوره عكسيه، ان احنا نتعاطف معاها بالظبط، وهي اللي بتحرق بالظبط، يعني بتعاطف مع داعش. فانا مدرك انه هم مش قاصدين، بس ده عذر اقوى اوضح من ذنب، ان هم ليس لديهم وعي سياسي كافي. ناس بتدور على اي مشهد ساخن بدون درايه باي توجه رايح هذا المشهد، ولا لأي اتجاه ممكن يؤدي. بالظبط. فهو مشهد كارثي. الكارثة اللي فيه مش هيرفعوا دعوة ولا مين زعلان، لا لا لا، أبعد بكثير من مسألة الدعوة القضائية. لما احنا كنا ننتقل بالأسئلة من السؤال السهل إلى الأصعب فالأصعب، يعني نبتدي الحكاية من أولها. نقول الأول كده، هل ممكن ترفع دعوة أسرة معاذ الكساسبة على المسلسل في اعتقادك؟ ما قلتلك انا مش هشغل بالي، تمام، بس في اعتقادك انا يعني، لان هو حصل قبل كده في مسلسل كان اذيع على احدى القنوات الخليجيه، وان هو تناول ايضا نفس المشهد وتم ايقاف المسلسل، لكن هو المشكله دي كانت في الحلقه الاخيره يعني. فهل تتوقع ان هو ممكن يتكرر تاني؟ يعني ده سؤال منطقي ممكن اي حد يطرحه. انا بالنسبه لي انا شايف انه مشهد كارثي، والكارثه بتتجاوز
الحاجات الصغيره يعني يكون في كارثه فالواحد ما ياخدش باله بقى هو مين دخل ايه مين اللي خد مني ربع جنيه وما دفعوش حقه يعني واخد بالك يعني انا بفكر في حاجه ثانيه ايوه ده مشهد كارثي له ظلال على ان صناع الدراما طيب خليني اسال السؤال الاكثر صعوبه المجلس الاعلى للاعلام هل تتوقع ان هو ممكن يقاضي المجلس الاعلى الحقيقه انا مش يعني انا مش مدي قوي اهتمام المجلس الاعلى يغضب او لا يغضب كويس انا مدي اهتمام لشيء ابعد اللي هو من كده اللي هو ايه وهو ان هناك فعلا تضاؤل في الوعي عند كتاب الدراما وعند فنان مش بس الكاتب المفروض ده في مخرج وفي فنان تمام فلما كل الاطراف كلها الثلاثه مش مدركه اصل المجلس الاعلى للاعلام هيعمل ايه؟ هيدي للناس طب واحنا هنعمل ايه؟ طب واحنا هنعمل ايه؟ لهم خليك عندكم وعي اقول لحضرتك حاجه ممكن تختلف معايا في الراي لكن يعني خليني بس اطرح وجهه النظر الاخرى التدخلات اللي ممكن يرفضها الكثيرون من المجلس الاعلى للاعلام يعني انا في اعتقادي انها حجمت بشكل كبير الفوضى اللي كنا عايشينها في المشهد الاعلامي. يعني شايف ان المشهد الاعلامي دلوقتي منضبط خلاص؟ لا لا يعني بقول لحضرتك حجمت ما اتكلمتش على الانضباط الكامل لان ما فيش اي حاجه ممكن نحقق فيها الكلام لكن انا بتكلم على ان كل واحد دلوقتي بقى خايف ان هو ممكن يتكلم كلام غير مسؤول ان يكون في اجراء من المجلس الاعلى للاعلام. يعني الخوف حتى الخوف في حد ذاته ليس هو الطريق السليم لتحقيق الانضباط. الخوف ده أسوأ حاجة ممكن تحصل للإنسان. إن هو يفكر ألف مرة عشان خايف. أيوه خايف. خايف من كلمته وتأثيرها على المجتمع. الأعمق من الخوف إن أنا أتحمل المسؤولية وإن أنا أعرف إن أنا بعمل معايا رسالة مهمة يجب أن تصل للناس بشكل صادق. وحقيقي هو ده المفروض يتعمل طيب احنا ما اختلفناش مجلس اعلى ولا غير مجلس اعلى ممكن ينمي طيب المسؤوليه عند الناس حضرتك قول لي الحل ايه؟ الكبار يبقى جواهم هذه المسؤوليه انا مفاجئ بالمشهد ده لسبب انه معناها ان الاطراف كلها غير مدركه تماما لقواعد الدراما يعني هنا بقى مالهاش ايه المجلس الاعلى هيعلم الناس قواعد الدراما؟ اكيد لا غير ملكين قواعد الدراما مع الأسف إيه؟ لأن بيتحكم في المشهد الدرامي في مصر النجوم مع الأسف النجوم يعني حضرتك تقصد إيه بقواعد الدراما يعني حضرتك شايف إن هو من الناحية الإخراجية أيضا مش مظبوطة الفكرية ليه؟ قبل الإخراجية يعني طبعا الإخراج يجسد الفكر من الناحية الفكرية من أول ما تعمل مش عارف الظلال بتاعته انت فين انت مع داعش ما هو المشهد ده بيأيد وجهة نظر داعش بالظبط في الحرق لان داعش بتحرق المذنب والمذنب المفروض تبقى انت ضده ومتعاطف مع المجني عليه مش كده تمام وهو الجاني فانت فازاي ده عدى يعني ازاي فكروا على هذا النحو طب يبقى انا رايي الشخصي ان هو هم ما عندهمش ما فكروش خالص في اي حاجه طيب دي نقطه متفقين فيها طيب دلوقتي احنا هنتواجه بهذا او هنواجه هذا الموقف في اكتر من مسلسل او اي عمل قادم لان حضرتك بتقول المشكله الرئيسه ان في قله وعي ان ما فيش وعي حقيقي مظبوط طيب مظبوط نعمل ايه بقى لان احنا ممكن جدا نتعرض لموقف زي ده او مشهد زي ده مره اخرى يبقى التصرف الصحيح ايه لو حضرتك رافض رقابه المجلس الاعلى للاعلام يبقى تصرف الصحيح ما هو المجلس الاعلى نفسه لو انت رجعت لقراراتهم بيقول احنا مش جهه رقابيه ده ما فيش حاجه بيقولوها دايما مش جهه رقابيه هو المشكله انه اي حاجه مفروض بتتصور بتروح لجهاز الرقابه على المصنفات الفنيه طبعا الجهاز بتكوينه الحالي غير قادر على متابعه الحياه دي كلها اصل احنا عندنا فضائيات عديده جدا ودراما عديده لازم هذا الجهاز يتم تطويره وبالذات انه بدا يلعب دور اجتماعي من خلال التصنيف العمري هو لم يعد جهاز رقابي بالمعنى التقليدي لكلمه رقابه اللي احنا اتربينا عليها زمان اعرض او امنع مش كده ده هو ده التكوين الرقابي اللي دابنا عليه حتى قبل 8 سنين او 6 سنين لان موضوع التصنيف العمري ده اظن بدا تطبيقه 2012 2013 بتتكلمي على فتره 5 6 سنين بس طيب قبل 5 6 سنين كان جهاز الرقابه يمنع يقول لك عرض الكبار فقط او
يمنع العرض او يبيح العرض، كان ثلاث اختيارات. دلوقتي بقى عنده خيارات عديده فوق 12 وفوق 16 وفوق 18 وعرض عام، فهماني؟ فالدنيا اختلفت، ولكن له كجهاز رقابه لم يتم تطويره لمواكبه هذا الاختلاف. طيب فيما يخص هذا المشهد من وجهه نظرك التصرف معاه يكون ازاي؟ نسيبه كده ولا ما يكونش فيه تصرف؟ أظن هو القناه لم تتصرف، القناه التلفزيونيه اللي انا ما اعرفش على اي قناه، لكن هل القناه التلفزيونيه اللي عرضته ما اتخذتش اي موقف؟ ما فيش اي موقف خارجي، يعني ما فيش اي حد قال ان المشهد ده مش صحيح، ولا حد زعل ولا حد قال حاجه ولا حد خد باله، محدش خد باله، قليل جدا، ولا المجلس الاعلى خد باله كمان، واضح لا ولا المجلس إيه؟ الاعلى مش كده؟ ولا المجلس الاعلى، ما فيش اي قرار من اي جهه رسميه، ما فيش ولا بما فيهم المجلس الاعلى. ما دي حاجه يعني على حد معلوماتي. ما كنا عرفنا كانت الجرايد كتبت، ما انا ما اعرفش صراحه، ممكن يكون في اجراء انا ما اعرفوش، لكن انا على حد الجرايد كتبت لو كان المجلس الاعلى او لجنه الدراما اللي هي قاعده برضه المفروض. طيب التصرف الصحيح ايه؟ نعمل ايه؟ نسيبه كده علشان ما يبقاش فيه اي رقابه على الاعمال والابداع والفكر، ولا نتصرف؟ في رقابه يا استاذه، في رقابه على الاعمال. لا مش رقابه بقى، يعني رقابه بعد الرقابه، لان من الواضح من كلام حضرتك ان الرقابه تحتاج الى رقابه. مش تحتاج الى رقابه، مش عايز ابقى قاسي على الرقابه، لكن عايز اقول تحتاج الى تطوير يتوائم مع التحديات الجديده اللي فرضت عليها بقانون التصنيف العمري. تمام. وهي بحالتها الراهنة، تمام، مع تدفق وزيادة عدد الأعمال الدرامية. خدي بالك احنا دايما بنتكلم، بنعتقد ان الرقابة دي مسؤولة عن السينما وعن الدراما بس، مش كده؟ لكن الرقابة دي مسؤولة عن المسرح، عن الأغاني، فهي عندها مسؤوليات عديدة. ربما اللي بيسرق الكاميرا عادة فيلم سينمائي زي فيلم بتاع خالد يوسف الأخير كارما، فكان الناس كلها اتكلمت عنه، مشهد زي اللي حضرتك تفضلتي وجبت سيرته، لكن في بلاوي متلتله اخرى. طيب يعني طالما ما فيش اي جهه أغاني بقى اتكلمت في الموضوع ده، دول تبعها تبع الرقابه برضه، بس احنا مش واخدين بالنا ولا الصحافه بتتكلم عن الحاجات دي. تمام، احنا بقى يعني نادرنا الصحافه بتتكلم عن اغاني. تمام، احنا هنقدم بلاغ للجهات المعنيه بهذا الامر. بلاش بلاغ، بلاش بلاغ. طب نقدم خلينا. ايه؟ قول لي الصياغه، يعني قول لي. ايوه خلاص، مشيتي قدمتيه عندك وجبتي سيرته، لفت النظر. خلاص لفت النظر، بس قولي سلام عليكم. عليكم السلام. طيب عامة كده عند السلام عليكم، الكوره بقت ملعب المجتمع. تمام، هو يتصرف بقى. تمام، عشان مش عايز نبقى احنا جهاز رقابه على الرقابه ومجالس اعلى ومجالس اعلى من الاعلى. تمام، ومش هنخلص من الفكره دي، وبقى في اكتر من منصه عقابيه في الدولة، وده مش صالح للإبداع خالص. تمام، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق الشناوي الناقد الفني. يعني زي ما بنقول احنا قلنا ايه، لفت نظر، لان زي ما قال الأستاذ طارق ان ده بيعكس عدم وجود وعي حقيقي بالنواحي التاريخية والإنسانية. انا اعتقد ان هو فعلا يعني حتى لو تمت مقاضاة أسرة المسلسل او لم يتم مقاضاتهم، يعني ده يعتبر بشكل او بآخر تشويه للتاريخ، تشويه للمبادئ والقيم والأساسيات اللي ما فيش أي حد ممكن يختلف عليها. أشكرك شكرا جزيلا. برضو في الأيام اللي فاتت كان في فيديو لمجموعة من الأطفال، احنا هنشوفه دلوقتي، موجودين على إحدى المقاهي في محافظة من محافظات الصعيد، لمجموعة من الأطفال وهم بيشربوا الشيشة. طبعا الأطفال في المقهى أعمارهم صغيرة جدا، يعني من 8 سنين ل 10 سنين، بس شوفوا بقى طريقة شرب الشيشة وهم قاعدين. ده معناه ان في خبرة، ان في ممارسة، ان في تكرار، ان ده يعني احنا بنتكلم على طفل عمره 8 سنين بيشرب الشيشة كده، يبقى بيشربها وهو عنده كام سنة. يعني كمان بغض النظر ان طبعا كل اللي اتكلم، طبعا كتير اتكلموا عن المشهد، اتكلموا من ناحيه فين رقابه الاسره، فين رقابه صاحب المقهى نفسه. طيب معلوماتي الاخيره ان الموضوع ده كله بيتم التحقيق فيه دلوقتي في النيابه العامه، واعتقد ان كل الاطراف المسؤوله موجوده تحت التحقيق. لكن المقهى ده هو المقهى الوحيد اللي موجود في جمهوريه مصر العربيه؟
لا أعتقد المنظر ده إحنا بنشوفه كتير جدا في أماكن كتيرة جدا، في مقاهي كتيرة جدا، لكل الأعمار لكل الأعمار. إذا كنا بنتكلم على 8 سنين وبيشرب الشيشة بالشكل ده، يعني إحنا بنتكلم على أطفال من سن 4 5 سنين، مش ببالغ، وممكن يكون أقل من كده. كان في مقاطع فيديو للأطفال سنتين وهم بيشربوا سجاير وحاجات من دي، يعني ما فيهوش مبالغة الكلام ده، وهو بيروح وبيشرب الشيشة بالمنظر ده. نشوف اللبس حتى بتاعهم، لا اللبس لبس طبقات متوسطة، يعني بنتكلم على مش أطفال ممكن يكونوا عرضة فعلا لشرب الشيشة بالشكل ده علشان ظروف وجودهم الاجتماعية، لا احنا بنتكلم على طبقات عادية من الطبقات اللي احنا بنعيش، طبقة متوسطة، اللبس بتاعهم لبس كويس جدا، ما هوش مش ناس يعني بينتموا إلى طبقات ممكن بتشرب الشيشة بشكل عادي يعني. ففي أكتر من علامة استفهام. في بقى علامة استفهام جديدة أنا بطرحها، لاني انا لما تواصلت مع الصفحه اللي منزله الفيديو، اول صفحه خاصه بالمحافظه نزلت الفيديو، اتكلمت مع صاحب الصفحه بدون ذكر اسم المحافظه ايه، بدون ذكر اسم المقهى ايه، وبدون ذكر اسم الشخص المسؤول عن الصفحه ايه. بس عايزه اقول لكم انه في البدايه قال لا انا مش هقدر اتكلم تماما، ما تخلونيش اتكلم، ليه؟ ده انت اللي صورت وقدمت رساله كويسه وحذرت الناس، المفروض يكون في اجراء قانوني للمقهى دي. قال لي لا انا خايف، المحافظه او القريه دلوقتي كرهاني جدا، وانا خايف ومتعرض لتهديدات كتيره. دي نقطه ممكن اتقبلها، لان طبعا عاب المقهى هم هددهم في اكل عيشهم، واكيد المقهى اتقفلت، انا ما اعرفش بس اكيد طالما تحت التحقيق يبقى المفروض ان يكون مقفول. الجزء الثاني بقى من الحوار هو الاصعب والاهم. بعد ما جادلته وقال لي خلاص انا قدمت الرساله، انا الموقع بتاعي ده المشهد ده جايب 100,000 مشاهده وكده، خلاص انا قدمت رسالتي وكده. قلت له طيب احنا بنحاول ان احنا نقدم الرساله بشكل اوسع، لان الاباء والامهات والاسره لازم تشوف ولادها لما بيخرجوا بيعملوا ايه، وقعدت يعني اتكلم من المنطق ده لان ده الهدف فعلا من الفقره. قال لي هتدفعوا لي كام؟ بعد ما قعدت اجادل بقى وانا كل تركيزي ان هو خايف وان لا لازم تفكر في الهدف في الرساله، قال لي طب هتدفعوا لي كام بقى علشان اطلع اقول الكلام ده. يعني احنا بنعاني من مشكله كبيره جدا جدا، ان مفيش حد مخلص وهو بيقدم رسالته وانا بقولها وانا بتكلم بكل ثقه. وربما كثير من الاعلاميين برضو كثير، خليها كده مفتوحه كده وعامه، غير مخلصين في تقديم رسائلهم الإعلامية، ممكن يكون عندهم أهداف تانية غير الهدف التوعوي أو الهدف العام. أنا لما بشوف موقف زي ده بيتعرض له أطفال في السن ده، لازم يكون الهدف الأول والأخير المصلحة العامة للأطفال دول، مش هشوف بقى هيدفعوا لي كام ولا هاخد كام، ولو المبلغ ما عجبنيش مش هتكلم، لو المبلغ عجبني هزود في الكلام. بنفتقد التعامل الحقيقي اللي على أساسيات صحيحة مع الإعلام ومن الإعلام. فده مشهد مش كارثي، ده مشهد يعني رهيب. اعتقد المفروض ان هو يكون فيه اجراءات حاسمه، المفروض ان ما فيش اي طفل يروح لقهوه ويطلب شيشه او يطلب سجاير من اي محل سجاير، اللي لازم يعني يكون فيه ردع ومنع لهذه التصرفات باي قانون. احنا محتاجين مزيد من القوانين في الفتره اللي جايه لخدمه كل القضايا المجتمعيه والفئات المجتمعيه. زي ما بنتكلم على العنف الأسري، أو ده يعتبر نوع من أنواع العنف، صحيح مش عنف بدني واضح وصريح، ولكن سوء إدارة وسوء تصرف مع الأطفال. الفقرة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي فقرة عنف حقيقي بدني تمت ممارسته على الأطفال في محافظتين، في السويس وبورسعيد الاتنين. يعني قضايا أنا أول ما سمعتهم أنا يعني ما تخيلتش إن احنا ممكن نوصل للدرجة دي. لو نشوف الصورة الأولى، نشوف من أي محافظة، طب يعني يقولوا لي اي محافظه من بورسعيد. ده طفل من بورسعيد والده قام بتعذيبه على مدار فتره طويله جدا، مش بيعذبه هو بس، لا ده بيعذبه هو ومامته واخوه. الطفل ده عنده 10 سنين، ودي مشاهد التعذيب اللي عليه. بس طبعا تم الحمد لله يعني انقاذه من يعني حملات التعذيب. طبعا اخوه هرب من التعذيب لان كان والده كان بيمارس التعذيب عليه هو واخوه ووالدته. معانا الكابتن كمال المصري، رئيس اتحاد الشاغلين في مدينه طيب، رئيس قطاع الصحه للمنظمه المصريه الدوليه لحقوق الانسان. كابتن كمال اهلا بحضرتك.
بيك ربنا يخليك. يعني انا عايز اعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، ازاي وصل بيه الحال ان هو يشوه ابنه للدرجه دي؟ هو بصراحه يعني هو كان اب جشع جدا في تعليم ابنه. هو اللي حصل في الموضوع اولا مصر بلد الرحمه وبلد الانسانيه، وزي ما في ناس مفيش في قلبها رحمه، في ناس فعلا حتى الاطفال دي كانها فعلا ابنها بجد، وتعامل معاها بالجانب الانساني وتودع بوجعها. لما جيت للاستغاثه وعرفت موضوع الطفل، خدنا طبعا خطوات ايجابيه لانقاذ الطفل. اهم حاجه عندنا هو موضوع الطفل، الواحد بيعامل ربنا كحقوق انسان ولا يتشوى علامي او منظره كدابه. الهدف في الاول والاخير ان احنا الطفل ده يكون في بر الامان، وفي نفس الوقت حقه يجيبه. فضل ربنا سبحانه وتعالى عند ربه سعيد. لما طبعا جيت للاستغاثه كانت موجودة طبعا رئيسة لجنة حماية الطفل بورسعيد مدام كريم، وفي طبعا أم بورسعيدية وزوجها، هم اللي احتاروا الطفل من الشارع. أول حاجة الطفل ده جالهم قال لهم أبويا بيضربني، خدوا البلد وراحوا لغاية أبوه، فقالوا أنت بتضربه ليه والكلام ده، ما عندكش تضربه، وإحنا هنجي لك يوم بعد يوم نديلك تليفون نصيب للولد وما تضربوش وما تعذروش. بعدها بيوم بالظبط الجيران تلاقي الولد الصغير ده نايم جنب بيت نفس الناس اللي هم كانوا قدام ابوه. يعني الطفل طبعا بيحن للناس اللي حنين عليه، فراح نفس المكان مع ان المسافه بعيده جدا من بيته لغايه المكان بتاع الناس اللي هم كانوا قدام ابوه. فلما شافوه تلاقوا جسمه متعذب طبعا بالمنظر اللي حضرتك شفتيه ده، فطبعا الطفل نزل الطفل بالقدر، وانا في المستشفى كان معايا حاله مرضيه. رئيس لجنه الطفل مريم كلمتنا على الحاله، مشيت معاهم في الاجراءات، عملنا الكشف الطبي في مستشفى بورسعيد العام بجد الشرعيه الانسانيه، طبعا كل حاجه بالمجان، عملوا الكشف الطبي. الولد تعرض على طب شرعي، تعرض على النيابه، اخذوا اقواله على طول في الحال. الشرطه عندنا في بورسعيد قامت بدورها، مباحث اسم الضواحي، تم القبض على ايه؟ على الاب، حفظوا عليه، وقضيه كبيره جدا قضيه تعذيب هتاخد من سنتين او من سنتين لست سنين. والولد الحمد لله رب خلاص كفت الاجراءات. هو مريض نفسيا يعني كان اسباب التعذيب ايه؟ ليه؟ كان هو مريض نفسيا؟ ليه كان بيعذبه ليه؟ هو بيقول ان الولد بيكذب عليا، هو بيخلي الولد يطلع يشحت او يبيع مناديل. فالولد لو جاب 40 50 جنيه يقول له انت جايب، انت صرفت فلوسك في البلاي ستيشن وتروح تقعد على النت، الولد يضربه. ده السبب ان هو عايز ابنه يتسول ويجيب له فلوس، ودي كارثه ومشكله كبيره جدا. ثاني حاجه تعامل الاب مع الزوجه برضه بنفس الاسلوب، تعامل مع ابنه الكبير اللي هو سايب البيت برضه طفشان وبندور عليه لغايه دلوقتي بس مش لاقيينه. فهو ده السبب الاساسي ان الاب يعني مفيش قلبه رحمه. انا حتى اتكلمت معاه، يمكن انت حضرتك شفت الفيديو على الصفحه بتاعتي، اتكلمت مع الاب يعني كان بيعذبه. معلش ابن الصغير خد معاه الكبير كمان دار الايتام. استاذ كمال يعني ازاي الاثار دي يعني وصلت بالشكل ده؟ وكان في صور ثانيه احنا مش راضيين نعرضها صراحه. يعني كان ايه بيعذبه ازاي؟ والله ده ان هو كان بيربطه ايدين ورجلين ويضربه بالخرطوم على صدره وعلى جسمه وبايدين الماشيه الخشب. امور يعني بجد ما فيهاش رحمه خالص، يعني هتنزعت الرحمه من قلب اب ما يدفعش ثلاثه ايتام الاب. لكن هو في حال بجد يعني الطفل مرتاح داخل دار ايتام وبيتعامل معامله كويسه جدا، وكل محتضنه كل طلباته مجابه، ليه سريره ليه دولابه ليه ملابسه ليه لعبه، بيخرج بيها فسحات عزومات مع الاطفال. دار ممتازه جدا عندنا بورسعيد اسمها رمسيس رعايه الايتام. مدير الدار كابتن عمرو كمال انسان بمعنى الكلمه، احترم الطفل كانه ولده وهو حبه جدا، ودي حاجه كويسه جدا يعني اساعدنا احنا كشعب بورسعيد ان الحمد لله الطفل النهارده وصل لبر الامان. والده مش فارق معاه وجوده بقى هو فين، موجود في دار ايتام موجود في الشارع، مش فارق معاه، المهم ان الولد في مكان امن يعني. اشكرك شكرا جزيلا استاذ كمال المصري رئيس قطاع الصحه بمنظمه الصحه. اشكرك شكرا جزيلا. من 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 بورسعيد للسويس وقعه لا تقل يعني صدمه عن هذه الوقعه. يعني اب رزق بطفلين، يعني الله سبحانه وتعالى اراد ان هم يكونوا من يعني ذوي الاحتياجات الخاصه، عندهم مرض التوحد. المفروض ان يكون عندنا بقى يعني طبعا احنا بنتكلم على طبقات فقيره ممكن ما يكونش عندها ثقافه التعامل مع هذه الامراض، ولكن على الاقل احنا عندنا الانسانيه اللي بتخلينا نتعامل مع هذه المواقف بفطره سليمه بدون اللجوء الى ثقافه او غير ثقافه. فين الانسانيه يعني لما ابن يعني طفلين عندهم سنتين واربع سنين يتم حبسهم لمده عامين في غرفه مغلقه لمجرد انهم عندهم توحد؟ يعني الصور كانت مؤذيه جدا، وحتى طريقة
الوصول ليهم، وان الناس تعرف ان في الاوضه دي، في الشقه دي اللي مقفوله واللي ما حدش بيروحها او بيدخلها او بيطلع منها، طفلين في الاعمار دي موجودين في الاوضه المقفوله دي لمده سنتين بالشكل ده، علشان بس مجرد انهم عندهم توحد. يعني تفاصيل مؤلمة. ومعنا الأستاذ محمود داود، شاهد عيان على احتجاز الطفلين، وهو أيضا رئيس اتحاد الشاغلين في مدينة الملك عبدالله. أستاذ محمود أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي تم اكتشافنا؟ والله يا فندم احنا حضرتك دلوقتي اتحاد الشاغلين الموجودين في المدينة. تمام. احنا للأسف والله يعني بنعاني من عدة مشاكل في المدينة، وده دي إحدى المشاكل اللي احنا بنواجهها. تمام. نحن المدينه يعتبر مدينه نائيه، هي تبع اسكان اجتماعي. طبعا عدم توفر خدمات امنيه وعدم توفر اي خدمات للسكان موجوده، ما فيش اي خدمات محلات او اي حاجه موجوده او خدمات اي امنيه او في اسواق تجاريه. تمام. وللاسف ان المدينه السكان بعد ما استلموا الشقق بداوا انتشر فيها موضوع الايجار. تمام. فالناس المستاجرين للاسف بداوا مشاكل كتير جدا بنعاني منها، يعني مشاكل اجراميه، مشاكل اللي عايز يعمل اي غرض او اي حاجات غير مخالفه للقانون. تمام. تمام. فللاسف ده حاجه منها، دي حاله من الحالات اللي احنا بنعاني منها. ده يعني شقه مش شقته، استغل عدم يعني المدينه النائيه ومفيش سكان كتيره في المدينه، فجاب الطفلين دول واحتجزهم داخل احدى الشقق داخل المدينه. تمام. تمام. طبعا غاب عنه يعني اي مشاعر طيب معلش انا عارفه ان الاوضه اللي كانوا محبوسين فيها في الشقه ما حدش بيدخل الشقه وبيخرج منها، صح؟ الشقه للاسف هو حاطط فيها بعض العفش البسيط غير معد للسكنه. طيب بياكلوا ازاي؟ كان بيروح لهم كل يوم ولا ايه؟ هو يعني بيقول ان هو بيروح كل يوم يعني بيبات في المكان دوت وبيجيب لهم اكل وشرب. احنا اتفاجئنا لما دخلنا للشقه، للاسف الريحه لا تطاق بتاعت المكان، الفازورات في كل مكان، الغرفه لو حضرتك شايفه الصور زي ما حضرتك شايفاها. لو ممكن ترفع صوتك معلش يا استاذ محمود. نعم. ترفع صوتك بس بعد اذنك. للاسف ما انا بقول لحضرتك الشقه لا تصلح للسكنه خالص، وده مكان غير ادمي ولا يليق باطفال وان هم مرضى بالتوحد بالمنظر اللي هيحصل. هم كانوا مجردين من الملابس، ما كانوش لابسين، صح؟ هم للاسف من الغرفه مغلقه والشبابيك مغلقه، ومن شده الحراره في الجو اللي احنا فيه ده يعني اكيد هم يعني تجردوا من ملابسهم بسبب ارتفاع درجه الحراره في المكان. كانوا بيقضوا حاجتهم في الاوضه استاذ محمود؟ للاسف ده اللي كان بيحصل، اللي شاهدناه ان هم يعني قضاء الفضلات موجوده في الغرفه وقضاء حاجتهم داخل الغرفه، الفراغ عاصم الله والتبول داخل الغرفه. فما فيش اي اهتمام ولا نظافه ولا. طيب انا عايزه اعرف يعني هو ايه بقى؟ يعني هو مريض نفسيا ولا يعني ايه؟ هو احنا قعدنا معاه، يعني احنا كاتحاد شغالين موجودين في المكان، حاولنا ان احنا نتدخل ونفهم الموضوع. طبعا احنا لما اكتشفنا الواقع على طول استدعينا الشرطه وعملنا محضر واثبتنا حاله. تمام. احنا ده كل اتحركنا بسبب. انتوا عرفتوا الاول، عرفتوا توصلوا لهم ازاي؟ من صوتهم ولا من ايه بالظبط؟ احنا طبعا يعني الجيران حوالين بينهم بدات الاصوات تعلو بتاعت الاطفال، طبعا محبوسين بقى لهم فتره. يعني طول الليل اصوات عاليه وعياط وبكاء، وطبعا الاطفال عاملين يلعبوا في الانوار بتاعت الاوضه. الشقه بالكامل مصريه، والعماره ما فيهاش الا اثنين ساكنين بس، يعني العماره كلها فاضيه. تمام. تمام. طبعا عاملين يعني الجيران عاملين يشاهدوا مشاهد غريبه واصوات غريبه، فطبعا اختارونا احنا كاتحاد شاغلين في المدينه. فابتدينا احنا نتحرك ورحنا للشقه. طبعا عندنا البيانات بالكامل بتاعت السكان كلها، عندنا بيانات الناس كلها وارقام تليفوناتهم. تمام. مالهم محبوسين في الاوضه قد ايه؟ هو بيقول هو يعني السكان بيقولوا ان هم بقى لهم اربع ايام بيسمعوا الاصوات دي. لما جبناه قال هو بقى لهم في المكان ده شهر ونص. بقى لهم شهر ونص. هو طبعا عنده، عرفنا منه بعد ما جبناه طبعا وبدانا نتكلم معاه، عنده مشاكل اسريه بينه وبين زوجته. تمام. وهم منفصلين وفي قضايا مقامه من الزوجه على الزوج.
وفي قضايا خلع. طيب يعني ما فيش خلل نفسي؟ الزوج نفسه خلل، ما فيش خلل نفسي، يعني هو مش مريض نفسيا، هو عاقل ومسؤول عن تصرفاته. لا لا لا، الراجل يعني الزوج طبيعي جدا جدا يعني. طيب مش عارفه بقى حضرتك عندك معلومات في الناحيه دي، يعني قانونيا ده المفروض ان هو يتعاقب ازاي او يتحاكم بايه او ايه؟ بالنسبه للشق القانوني، احنا طبعا بالنسبه له القانون طبعا في قضيه اهمال. احنا اتحركنا رفعنا محضر اهمال ضده، وحاليا النهارده تم استدعائنا في النيابه وتم التحقيق في الواقعة من النائب العام عندنا في السويس، وتم حضور النيابة العامة للشقة، وتم تصوير الشقة عن طريق وكيل النيابة. تمام تمام. وتم استدعاء الزوج، وبدأوا يتحققوا معاه في تفاصيل الواقعة والجريمة وازاي ان انت تعمل كده. فهو ألقى باللوم، كل اللوم على الزوجة. الزوجة ان هي تم اعطائها تدريبات ودورات تدريبيه في معامله الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه في مثل هذه الاعاقه اللي هو مرضى التوحد. هو صرف عليها، ففي الاخر الزوجه تخلت عن اولادها واطفالها وطلبت الطلاق والخلع. لا يعني انا اعتقد ان احنا محتاجين تعديل في قانون الطفل باي شكل من الاشكال، لان ده المفروض ان هو ما يكونش الجريمه جريمه اهمال. لا يعني انا اعتقد ده للاسف انا برضه مع حضرتك ان احنا يعني في غياب نقطه مهمه جدا، مع كل مع الاجراءات اللي احنا اتخذناها وكل ده، الاطفال لسه موجودين، ما فيش اي رعايه تمت ليهم. يعني انا موجودين فين؟ يعني لسه موجودين فين؟ نعم؟ موجودين فين؟ موجودين معايا ومعاهم لسه تغيير. موجودين مع الاب؟ انا اخترت مع الاب. تمام؟ المفروض يعني مجرد ما يتم اختار ازاي موجودين مع الاب؟ اختار النيابه لازم يكون في دور رعايه ليهم لحد ما تتم من ده الاجراءات الضبط واجراءات التحقيق مع الزوج او الزوجه. لازم يكون في دار تحتضن الاطفال دي ويكون في اهتمام ورعايه طبيه وصحيه ليهم. يعني الولاد دلوقتي موجودين مع والدهم؟ اه هم لسه خارجين من النيابه يعني ومعاه الولاد ساعتين خرجوا. اه خرج من النيابه بعد التحقيقات يعني، وانا برضه جبت وقعدت معاه ففهمت منه ان هو في دار رعايه اطفال في القاهره تم التواصل معاها، وان شاء الله هو على كلامه بيقول يوم الاربعاء ان شاء الله. لا معلش مش على كلامه يوم الاربعاء، الموضوع كده اهمال، وانه هو يعني ما كانش واخد باله، والحمد لله ان حد لفت نظره وهيقوم بقى بالاجراءات السليمه. لا دي جريمه يا استاذ محمود. الجريمه لسه الموضوع لسه في النيابه ولسه في ما زال. لا ولو انتهى ان هو مثلا ياخدوا الاولاد، وهو طبعا ما اعتقدش ان هو هيمانع في ان هم ياخدوا الاولاد يعني طالما بيتعامل معاهم كده، وينتهي الموضوع ان الولاد يروحوا دار رعاية، احنا يعني هنشوف عشرات من الكوارث دي بعد كده. لازم يكون في تجديد العقوبة يعني. اه بالظبط، لازم يكون في تغليظ للعقوبة وإعادة نظر من المشرع في مثل هذه الجرائم وتغليظ العقوبات ليها. وبس مع تغليظ العقوبة بالنسبة لل يعني للزوج والزوجة، لازم يكون في شكل معين لرعاية الأطفال في مثل هذه المراحل، لأن الأطفال بقى هم المتضررين نتيجة إهمال الزوج أو الزوجة. في النص في الأولاد، يعني لازم يكون في رعاية معينة بشكل معين. صحيح، إحنا محتاجين تعديلات جذرية في هذه القوانين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود داوود شاهد العيان ورئيس اتحاد الشاغلين في مدينة الملك عطل. يعني أعتقد إن إحنا لفتنا النظر خلال الحلقة لكتير من الأمور اللي المفروض إن إحنا نقوم بالتعديل لكتير من القوانين اللي احنا طرحناها النهارده. ممكن يكون قانون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والجرائم الالكترونيه، قانون الطفل، محتاجين تعديلات في كثير من القوانين. غدا باذن الله حلقه جديده من وماذا بعد، ممكن هتكون في نفس توقيت مباراه مصر وروسيا. كل التوفيق وإن شاء الله للمنتخب المصري في مباراة غدا بإذن الله ما بين مصر وروسيا، والكل متفائل إن شاء الله الأداء هيكون أفضل وأحسن مع وجود الكابتن محمد صلاح. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.